أن جريمة اغتيال المحامي، أي محامي يقوم بالدفاع عن المتهم، هي جريمة نكراء تستنكرها جميع القوانين والشرائع السماوية. ونحن هنا في مقر نقابة المحامين نستنكر ونحتج بشدة على الجرائم التي ترتكب ضد المحامين بسبب ممارساتهم واجباتهم. حالة حال الناس، حالة تموت يومي بالآلاف بالنسبة للمحامي خميس العبيدي، حالة حال الناس، حال الشرطة وحال الجيش وحال كل الناس.